تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرات كلنا واحد التي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. وفي إطار مبادرة كلنا واحد تقوم وزارة الداخلية بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين في الشوارع والميادين. منذ إطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزايد إقبال المواطنين على الاستفادة من التخفيضات التي أتاحتها المبادرة على السلع المختلفة بخاصة الاستراتيجية في أفرع السلاسل التجارية والمنافذ والسرادقات المشاركة فيها. ونظرا لهذا الإقبال، فإن وزارة الداخلية قامت بمد فترة المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، فنسب التخفيض تصل إلى 60%. المبادرة بتضم كل الأصناف الاستراتيجية واللي الشعب المصري بيحتاجها في رمضان، والخصومات بتاعتها بتصل أكتر من 30%، وفي أصناف تانية برضو بتصل حوالي 50%. زيت، سكر، رز، الحاجات الأساسية للسلع المستلزمات رمضان كلها متوفرة. اليميش بتاع رمضان متوفر بأسعار مناسبة جدا، حتى اللحوم الفريش. جودة المعروض عالية والمتاح من السلع بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين بأي كمية، والسلع الرمضانية متوفرة أيضا وبذات التخفيضات في المبادرة التي حرصت وزارة الداخلية على إطلاقها في هذا التوقيت لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وبما يحفز كل التجار على تخفيض الأسعار بالمثل. كل حاجة متوفرة، والواحد يعني، وبقول لكل الناس تعالوا وشوفوا وادخلوا وشوفوا عينيكم، هتلاقي كل حاجه متاحه، كل حاجه مخفضه. مبسوطه جدا ان الاسعار كلها ثابته ومفيش حاجه غليت علينا، وبنشتري الكميات اللي احنا عايزينها. صراحه يعني انا فوجئت بالاسعار هنا، اسعار جميله جدا جدا، يعني الاسعار كويسه، حتى الزيت، حتى السكر، حتى الحاجات دي كل اسبوع تخفيضات. كل حاجه متوفره تمام، وفعلا تمام زي ما هو قال، مفيش حاجه هتنقص في السوق، لا فعلا مفيش حاجه ناقصه. بشكر السيد الرئيس على المبادره اللي قدمها لنا. وبهدف الوصول بالمبادرة إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية، فقد أعدت الوزارة عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة وجهتها من خلال قوافل من السيارات إلى تلك المناطق وتوزيعها على قاطنيها الذين أثنوا على المبادرة وعلى جهود وزارة الداخلية التي تبذلها لدعمهم في هذه الظروف والمتغيرات المختلفة. احنا اهالي الواحات البحريه بالجيزه نشكر الرئيس على الهديه الغاليه. بشكر السيد الرئيس وبشكر وزاره الداخليه. دمت يا رئيس ورب يحميه ويخلي رئيسنا وزاره الداخليه ورئيسنا. مبادره كلنا واحد تعكس مدى حرص وزاره الداخليه على دعم المواطنين في كل ارجاء الوطن وتوفير احتياجاتهم باقل تكلفه ممكنه. ربنا يخلي رئيسنا، ربنا يهنيه ويرضيه ويخليه لينا. احنا النهارده واخدين كراتين فيها زيت وسمنه وسكر وقمر الدين، حاجه رمضان كل سنه وهو طيب. مش ناسينا ابدا، نتمنى كده يبقى على طول مش ناسينا. كما قامت الوزاره وفي اطار مبادره كلنا واحد بتجهيز وجبات افطار وتوزيعها من خلال سيارات مجهزه واماكن تم تجهيزها لهذا الغرض قبل وقت الافطار مباشره على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم الوجود خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدة مناطق. وقد لاقت استحسان المواطنين لحرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك. هكذا تثبت مبادرة كلنا واحد مع تواصل فعالياتها نجاحها في تحقيق المستهدف منها، وهو تخفيض أسعار السلع المختلفة لتصل نسب التخفيض إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ليستفيد منها المواطنون في تلبية متطلباتهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.